بعض الناس يقول عندي ثقة بالنفس، أو أنت هل أنت واثق من نفسك أو ألست واثقا من نفسك؟ النفس ليست محل ثقة، النفس أمارة بالسوء، لا تعتمد على نفسك وإنما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. فمن الخطأ المنتشر بين الناس أنني على ثقة بنفسي أو فكن لك ثقة بنفسك ونحو ذلك، والنفس ليست محل الثقة ولا الاعتماد، وإنما تثق بالله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه مستعينا بالله جل وعلا في كل صغير وكبير. اللهم إنا نتوكل عليك في كل أمورنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.